أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي أهلا وسهلا بكم مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنبدأ درس جديد في الجبر هنتكلم فيه على إزاي نحل المعادلة التربيعية بيانيا وجبريا يلا بينا يلا بينا هنبدأ النهاردة مع بعض درس جديد في الجبر نتكلم فيه على إزاي نحل المعادلة التربيعية جبريا وبيانيا طب بيانيا احنا عارفينها من الترم الاول هنكمل مع بعض وهنشوف دلوقتي بعض الحاجات الخاصة بالمعادلة التربيعية شوف كده مع بعض معادلة التربيعية طبعا هي معادلة من الدرجة الثانية يعني ايه دالة تربيعية او معادلة تربيعية قلنا معادلة تربيعية عبارة عن دالة المجال الاول المجال بتاعها في ح والمجال المقابل ح برضه وده الشكل العام للداله التربيعيه او المعادله التربيعيه الف س تربيع زائد ب س زائد ج حيث الف و ب و ج بينتموا لح والف لا يساوي الصفر وعارفين ليه الف لا يساوي الصفر لان لو الجزء ده سوى صفر اصبحت تحولت من معادله تربيعيه لمعادله خطيه معادله تربيعيه بيمثلها منحنى ولكن المعادله الخطيه بتمثل بيانيا بخط ايه مستقيم طيب يبقى هنشوف مع بعض أمثلة كده للمعادلة التربيعية أو الدالة التربيعية هي ستة س تربيع تلاتة س تربيع ناقص واحد اتنين س تربيع زائد سبعة س زائد اتنين كل الأشكال دي هي أشكال للدالة تربيعية هنشوف بقى دلوقتي مع بعض إزاي نحل المعادلة التربيعية حلا بيانيا طب اللي إحنا خدناه قبل كده إزاي نرسمها أه لكن ما قلناش إزاي نحلها الحل البياني عبارة عن الإحداثيات السينية من نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات طب تعالى كده نشوف ايه الكلام ده او لو انا كده عندنا المنحنى لما يجي يتقاطع مع محور السينات عندنا ثلاث حالات يا اما يقطع محور السينات في نقطتين زي الشكل اللي احنا شايفينه ده اهو قدامنا كده اهو نقطه هنا ونقطه هنا وهنا في الحاله دي بيوجد حلين للمعادله في ح او انه يقطع السينات في نقطة واحدة يبقى كده هو بالشكل ده يبقى معنى كده بيقطعها في نقطة واحدة طبعا نقطة واحدة يعني مع كم حل عندنا حل وحيد او لا يقطع محور السينات يبقى هنا ملهاش ايه ملهاش حل لا يوجد حل في حال ملهاش حل فين في حال يبقى عندنا ثلاث حالات لتقاطع المنحنى مع محور السينات امال احنا كنا قبل كده كنا بنجيب ايه اه قبل كده كنا بنجيب نقطة رأس المنحنى، لكن المرة دي احنا مركزين على نقط التقاطع مع محور السينات، لأن هو ده حل المعادلة التربيعية. طيب هل النقط نفسها؟ لا الإحداثيات السينية في النقط. طب تعالى كده نشوف مع بعض مثال. شوف كده حل بيانيًا دالة س بتساوي أربعة ناقص س تربيع بتساوي صفر. سين بتنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و 3 هنعوض بالسينات زي ما احنا عارفين هتدينا الصادات زي ما احنا شايفين كده في الجدول بتاعنا نبتدي نرسمها على الاحداثيات بتاعنا تظهر منحنى والمنحنى يبقى مقلوب لاسفل طب ليه مقلوب كده اه هنا بيدينا زي ما كنا بنقول قبل كده هنا دي اسمها قيمه عظمى ليه لان معامل السين تربيع سالب طب لو معامل السين تربيع موجب يبقى المنحنى هيبقى مفتوح لفين لاعلى ناخد بالنا من الحته دي كويس جدًا، طيب أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده إيه؟ كل اللي يهمني في الموضوع النقطة دي والنقطة دي تقاطعهم مع السينات اللي هي اتنين وصفر وسالب اتنين وصفر، ممكن أجيبها هنا أهو، طب هعرف تقاطعهم مع السينات إيه؟ عن طريق الصادات، لو الصاد بصفر يبقى معنى كده ده الزوج المرتب اللي بيتقاطع مع السينات، يبقى عندي كام حل؟ عندي حلين للمعادلة بتاعتي دي. طيب نشوف كده مع بعض يبقى بتقطعها في اتنين وصفر وسالب اتنين وايه وصفر. طب الحل هقوله ايه؟ الحل عبارة عن مجموعة مش عبارة عن زوج مرتب، عبارة عن مجموعة هيكون مين يا ولاد؟ هيبقى اتنين وسالب اتنين، يبقى مجموعة الحل هو اتنين وسالب اتنين. طب نشوف كده مع بعض طبعًا ده الحل البياني، طيب الحل الجبري. يعني لو انا جبتلك داله تربيعيه او معادله تربيعيه لك حلها جبريا عشان نحلها جبريا لازم تكون المعادله بتاعتي في الصوره العامه اللي احنا عارفينها كلها ا س تربيع زائد ب س زائد ج طيب نشوف كده مع بعض عن طريق حاجه اسمها القانون العام ايه القانون العام ده اهو القانون العام هو عباره عن سين س طبعا ده الجذر الاولاني لان احنا عندنا اقصى حل او اقصى عدد للحلول بالنسبه للمعادله التربيعيه حلين وممكن حل واحد وممكن لا يوجد حل ايه خالص اه سالب ب زائد وخد بالك هنا من زائد الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص أربعة ألف ج على اتنين ا طبعا بنجيب ا و ب و ج منين من المعادله طيب الثاني بقى عباره عن ايه سالب ب ناقص يبقى مرة قلناها زائد ومرة قلناها ايه ناقص طيب ناخد بالنا بقى كده من حاجة مهمة الجزء اللي هو تحت الجزر ده هو مفتاح الحل هنشوف مع بعض ده اسمه ايه آه الجزء اللي تحت الجزر اللي هو به تربيع ناقص اربعة الف جيم اسمه المميز المميز لانه هيميز لنا الجذور بتاعتنا هنشوف الحل بتاعنا عامل ازاي نشوف مع بعض، ليه يا مستر؟ لأن ده لو كان موجب ولو كان سالب هنعرف دلوقتي مع بعض، لو كان أصغر من الصفر يبقى معنى كده ليس لها حل في ح، لأن هيبقى تحت الجذر يا ولاد عدد سالب، ومفيش جذر تربيعي لعدد سالب في ح، مش هنعرف نجيب له أي جذر تربيعي، يبقى في الحالة دي مفيش حل، يبقى أول ما هبدأ، هبدأ بالمميز. ليه؟ عشان ما اقعدش اجرب وفي الاخر اطلع لي ما فيش حل ابدا بالمميز لو طلع اقل من الصفر يعني عدد سالب يبقى ليس لها حل في طيب لو طلع عدد موجب او طلع خلينا اول نقول لو طلع صفر لو طلع صفر في الحاله دي يبقى هنا مش هيبقى عندي موجب ولا سالب ليه يا مستر لان دي خلاص مشيت بصفر هيبقى سالب ب على اتنين الف صح ولا لا جميل يبقى معنى كده يبقى عندي حل وحيد فقط طيب لو طلعت موجب اه ده في الحاله دي هيبقى عندنا حلان مختلفان في ح يبقى لو اللي تحت الجذر كان موجب هيبقى عندي حلين وده اقصى عدد للحلول لو اللي تحت الجذر صفر يبقى ما فيش حل ما فيش غير حل وحيد لو اللي تحت الجذر سالب يبقى ما عنديش حل خالص لان لا يوجد جذر تربي جذر تربيعي لعدد ايه سالب طيب تعالى كده نجرب مع بعض ونشوف تدريب حل المعادلة س تربيع زائد 13 س بتساوي سالب 36 باستخدام القانون العام عشان أحلها لازم أحط المعادلة زي ما قلنا في الصورة العامة يعني هدخل السالب 36 لجوه يبقى س تربيع زائد 13 س زائد 36 بتساوي صفر يبقى أول حاجة هعملها تقول لي الألف يا مستر هي عبارة عن واحد والباء هي عبارة عن 13 والجيم هي عبارة عن ستة وتلاتين، يلا بينا بقى نحل باستخدام القانون العام، طب قبل ما أحل لازم أجيب إيه؟ المميز، أهو أجيبه معايا كده أهو، أدى أ و ب وج، وعوض بالمميز اللي هو ب تربيع ناقص أربعة أ ج، تلتاشر تربيع اللي هي ب ناقص أربعة في واحد اللي هو أ في ستة وتلاتين اللي هي ج، لما تعملها على الآلة الحاسبة بتاعتك هتطلع لك بكام؟ بخمسة وعشرين. المميز عدد موجب يبقى معنى كده هيبقى عندي كم حل؟ هيبقى عندي حلين طب يلا بينا كده مع بعض نعوض في القانون بتاعنا اللي هو بيقول ايه؟ س هتساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 الف ج اللي هو المميز احنا كده كده جبناه اهو 25 على 2 الف فعوض على طول ادي ب يبقى سالب ب سالب 13 زائد او ناقص جذر 25 وعشرين على الاتنين. جذر 25 بكام؟ بخمسة. يبقى مرة هاخدها موجب ومرة اخدها ايه؟ سالب. يبقى سالب 13 زائد 5 على 2 هتطلع بسالب 4. هاخدها بعد كده تاني سالب 13 ناقص 5 على 2 هتطلع بسالب 9. يبقى أنا هنا مجموعة الحل بتاعتي سالب أربعة وسالب 9. ساعات بنقول عليها مجموعة الحل عادي. لو قلتها جذور المعادلة برضو ايه؟ عادي، بس طبعًا إحنا خلينا نتكلم إن هي مجموعة الحل، طب نشوف مع بعض سؤال تاني، حل المعادلة أربعة س تربيع زائد أربعة س زائد واحد بتساوي صفر، طبعًا خلاص أول حاجة هنا طبعًا موجودة في الصورة العامة بتاعتها ومترتبة، يبقى طلع الالف والب والج أربعة وأربعة وواحد، نجيب كده المميز نجيب أربعة تربيع اللي هي ال ب ناقص أربعة. في أ بأربعة في واحد تطلع في الآخر صفر طب معنى إن هي طلعت لي صفر يبقى معنى كده إن أنا عندي كام حل للمعادلة؟ طبعا هلاقيكوا على طول بتقولوا بسرعة معايا حل إيه؟ حل وحيد فقط لأن الجذر التربيعي خلاص ما بقاش إيه؟ ما بقاش موجود يبقى هنعوض في القانون بتاعنا طبعا أهو يبقى س هتساوي سالب أربعة زائد أو ناقص جذر صفر في صفر طبعا على التمنية يبقى عندنا سالب أربعة على التمانية هتطلع بكام؟ بسالب نص، يبقى هنا يا ولاد مجموعة الحل بتاعتي هي سالب نص، يبقى أنا من خلال المميز هو ده اللي بيديني المفتاح أو الطريق عشان أكمل بقية المسألة بتاعتي. طيب نشوف مع بعض كده فيديو من بنك المعرفة هيكلمنا على المعادلات التربيعية أو اللي من الدرجة التانية في مجهول واحد وإزاي نحلها باستخدام القانون العام. شوف مع بعض. اضغط على كل أيقونة لتظهر الخطوات. الطريقة الجبرية ليست فقط طريقة لحل المعادلات بالورقة والقلم، ولكنها طريقة مفيدة نستخدمها في حياتنا اليومية. هيا نأخذ مثالا على ذلك، لنفترض أنك تريد أن تروي حديقة منزلك، وتعلم أنه يتم ضخ الماء إلى الحديقة عبر مسار أبعاده محددة. بالعلاقة الموضحة أمامك حيث إن صاد تمثل ارتفاع الماء عن سطح الأرض بالمتر وسين تمثل المسافة الأفقية التي يمكن أن يصل إليها الماء بالمتر والآن جاء دورك هل يمكنك إيجاد أقصى مسافة أفقية يمكن أن يصل إليها الماء؟ اضغط على الأيقونة التالية لتبدأ الحل أولاً لعلك تدرك انك ستستخدم القانون العام في الحل وهو س تساوي سالب ب زائد او ناقص الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص اربعه ألف ج الكل مقسوما على اتنين ألف لتحصل على قيمه س اضغط على الايقونه التاليه لتكمل الحل الان سنقوم بتحديد قيم ا و ب و وهي تساوي سالب سته من ميه وواحد من عشره من عشره على الترتيب اضغط على الايقونه الاخيره لتحصل على المسافه بعد ان حصلت على القيم عليك ان تعوض بها في القانون العام مع استبدال الرموز ا و ب و بقيمها العدديه ومن النتائج نجمع كلًّا من القيمة الموجبة والقيمة المطلقة للقيمة السالبة للمتغير س والتي تمثل أقصى مسافة وهي 21.3 متر، وبعد أن عرفت المسافة أعتقد أنه يمكنك الآن أن تروي حديقتك بكل سهولة. بعد ما شفنا الفيديو بتاعنا هنروح كده مع بعض نشوف سؤال تاني تدريب على حل المعادلة التربيعية. تدريب بيقول لي هنا سؤال جميل جدا وموجود عندنا، حل المعادلة ما قالش التربيعية س زائد أربعة على س ناقص ستة بتساوي صفر باستخدام القانون العام. طب أنا هحلها إزاي؟ ده دي مش معادلة تربيعية، لو واحد بص لي كده لك ده هنا أكبر أس هو واحد وهنا السين هنا س أس سالب واحد لأن تحت في المقام. طب أنا هجيب إزاي حل المعادلة دي؟ هقول لك لازم نخليها في الصورة العامة، هنعمل إيه؟ أنا لازم أتخلص من السين. فيها ايه لو ضربت المعادلة كلها في سين فاش اي مشكلة س هتبقى سين تربيع ماشي وهنا الاربعة خلاص السين راحت مع سين تبقى الاربعة لوحدها سالب ستة في سين يبقى سالب ستة سين واعيد ترتيبهم بالشكل ده بقت سين تربيع ناقص ستة سين زائد اربعة بتساوي صفر اصبح عندي الف واصبح عندي ب واصبح عندي ج واصبحت المعادله بتاعتي بقت معادله ايه تربيعيه أ بواحد ب بسالب ستة ج بأربعة طب تعالى كده معايا نجيب المميز ب تربيع ناقص أربعة أ ج يعني سالب ستة تربيع ناقص أربعة في واحد في أربعة لو عملناها على الآلة الحاسبة بتاعتنا تطلع بعشرين يبقى معنى كده إن المعادلة بتاعتي لها حلين طيب نشوف مع بعض نشوف مع بعض طبعًا ده القانون العام بتاعي، أهو هنعوّض هنا ستة موجب أو سالب جذر عشرين على الاتنين، يبقى ستة زائد جذر عشرين على الاتنين، وستة ناقص جذر عشرين على الاتنين، ممكن تكتبها بالشكل ده، أو ممكن على الكالكوليتر بتاعك والآلة الحاسبة ممكن تحسبها وتكتبها بشكل عشري، طيب نشوف مع بعض مثال تاني حلّ المعادلة س. على 3 بتساوي واحد على خمسة ناقص س باستخدام القانون العام، طيب يبقى معنى كده إن المعادلة لازم تكون تربيعية، طب هنعملها إزاي؟ بشكل بسيط جدًا جدًا هنقول إني حاصل ضرب الطرفين طالما ده فيه تناسب بيساوي حاصل ضرب الإيه؟ الوسطين، يبقى هيبقى س في س في خمسة ناقص س بتساوي 3 هفك الأقواس بتاعتي. تبقى سالب س تربيع لان س في هنا س في سالب س بسالب س تربيع وزائد خمسة س وطبعا التلاتة هدخلها جوه تبقى ناقص تلاتة اصبح عندي المعادلة بالشكل ده هقدر اطلع أ و ب اللي هو أ هيكون سالب واحد و بخمسة و ج بسالب تلاتة طيب نشوف مع بعض كده نجيب المميز ب تربيع ناقص أربعة أ ج يبقى أما نيجي نعوّض بتربيع يعني خمسة وعشرين ناقص أربعة في سالب واحد في سالب تلاتة هيطلع علينا عشر يبقى معنى كده المعادلة بتاعتي دي لها كام حل؟ ليها كام؟ حلين، طب تعالى كده نشوف مع بعض يبقى س سالب خمسة موجب أو سالب جذر التربيع عشر على سالب اتنين؛ لأني اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، يبقى هاخدها مرة. بالجمع مع جذر 13 ومرة بالطرح زي ما احنا شايفين كده طبعا ممكن نعملها على الكالكوليتر بتاعنا وتدينا الإجابة بشكل عشري طيب بكده يا اولاد احنا النهاردة اتكلمنا على ازاي نحل المعادلة التربيعية بيانيا واحنا كنا عارفين قبل كده ازاي نرسمها بيانيا في في الترم الاولاني ولكن الحل البياني هو الاحداثيات السينية بتاعه نقط التقاطع مع محور السينات وقلنا دي ليها تلات اشكال لا اما يقطع محور السينات في نقطتين لا اما يقطعه في نقطه واحده لا اما لا يقطع محور السينات لو قطعه في نقطتين يبقى حلين نقطه واحده حل واحد مفيش ولا نقطه يبقى ايه مفيش حل ده من خلال الشكل البياني طب بالشكل الجبري قلنا بنستخدم القانون العام القانون العام بتاعنا زي ما احنا عارفينه لجذور المعادله التربيعيه سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص أربعة أ ج على اتنين أ، كل اللي يهمني هنا اللي تحت الجذر ده اللي هو ب تربيع ناقص أربعة أ ج اللي هو بنقول عليه المميز، لو المميز بتاعي طلع أكبر من الصفر يعني عدد موجب يبقى في الحالة دي عندي حلين، لو طلع بيساوي الصفر يبقى عندي حل وحيد، لو طلع عدد سالب يبقى لا يوجد له حل في ح. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف مجموعه من المسائل على البورد يلا بينا مع بعض النهارده هنشوف بقى مجموعه من الاسئله والمسائل على استخدام القانون العام في حل المعادله التربيعيه تعالوا مع بعض يلا نشوف كده مع بعض اول سؤال بيقول لي ايه بيقول لي حل المعادلة 2 س تربيع زائد 12 س زائد 10 بتساوي 0 لازم آخد بالي إن المعادلة بتاعتي على الصورة العامة. طيب تمام يبقى اطلع الألف هتساوي 2 والباء 12 والجيم هتساوي 10. تمام جميل جدا. أول حاجة هجيبها إيه؟ المميز. ماشي ممكن اعمل العلامه ده هي بتاع المثلث طبعا بترمز المميز نشوف مع بعض كده نقول ب تربيع ناقص أربعة ألف ج ب تربيع دي يعني بكام؟ مية أربعة وأربعين أو ممكن نقولها اتناشر تربيع يلا عشان مش ناقص أربعة في اتنين في عشر يعني مية أربعة وأربعين ناقص 4 في 2 ب في 10 ب يبقى يطلع لي كام يا ولاد 64 هنا المميز بتاعي طلع عدد موجب اكبر من الصفر يبقى في الحاله دي زي ما احنا شايفين كده يبقى هيبقى عندي حلين او جذرين للمعادله بتاعتي طيب يلا بينا نحل يلا بينا نقول س هتساوي سالب ب طبعا اكتب القانون كده قدامي عشان ما نسهوش ناقص المميز بتاعنا اللي احنا جبناه خلاص على 2 الف. طب تعالى كده سالب ب ب ب 12 يبقى سالب 12 زائد او ناقص الجذر التربيعي لل 64 اللي احنا جبناه اهو على 2 الف 2 في 2 بكام؟ ب 4 مره هنجيبه زائد ومره هنجيبه ايه؟ ناقص يبقى نقول سالب 12 زائد جذر التربيعي لل 64 معروف اللي هو 8 على الأربعة سالب اتناشر زائد تمانية يعني تبقى سالب أربعة على الأربعة تدينا كام؟ سالب واحد ده كده أول جذر أو أول حل ها نشوف مع بعض كده سالب اتناشر ناقص تمانية على الأربعة هيطلع سالب عشرين على الأربعة في الحالة دي هتبقى سالب خمسة يبقى هنا يا ولاد مجموعة الحل بتاعتي هي سالب واحد وسالب خمسة. وبكده أنا حليت المعادلة إيه؟ المعادلة بتاعتي. طيب نشوف كده مع بعض سؤال تاني. حل المعادلة س تربيع ناقص أربعة س زائد ستة بتساوي صفر، طبعا المعادلة بتاعتي أول حاجة ببص تكون في الصورة العامة تربيع أس واحد الحد اللي هي المطلق، هجيب الألف هي عبارة عن واحد، الباء هي عبارة عن سالب اربعة. الجيم هي عبارة عن ست. لازم اجيب المميز بتاعي. قلنا ليه? عشان اوفر على نفسي بدل ما اخد اخش فيه حل كتير وفي الاخر ممكن يطلع ما فيش حل. تعالوا كده نشوف المميز معايا. اللي هو به تربيع ناقص اربعة أ جيم. به تربيع يعني سالب اربعة تربيع. ناقص أربعة في أ اللي هي بواحد في ج اللي هي بستة، سالب أربعة تربيع بستاشر، ناقص أربعة في واحد بأربعة في ستة تبقى أربعة وعشرين، طبعًا من الشكل كده هيبقى الإجابة بالإيه؟ بالسالب تطلع سالب تمانية، طيب طالما طلعت سالب تمانية يبقى إيه؟ لا يوجد لها حل في ح، طيب يبقى هنا مجموعة الحل إيه يا ولاد؟ فاي. ملهاش حل في ح طيب نشوف مثال تاني أو مسألة تانية س تربيع زائد تمانية س زائد سبعة بتساوي صفر طبعا أول حاجة ببصلها تربيع أس واحد مفيش س أو حد مطلق يبقى الألف عبارة عن واحد الباء هي تمانية الجيم هي كام؟ سبعة طب تعالى كده معايا نجيب المميز هيساوي ب تربيع ناقص أربعة أ ج هتساوي تمنية تربيع ناقص أربعة في واحد في سبعة، يبقى عندي هنا أربعة وستين ناقص أربعة في سبعة بكام؟ بتمنية وعشرين، أربعتاشر ناقص تمنية تبقى ستة، وخمسة ناقص اتنين تلاتة، المميز عندي طلع بستة وتلاتين. يعني طلع بايه بعدد موجب يبقى هيكون عندي حلين للمعادلة طيب تعالى كده نعوض يبقى س خلاص بقى احنا حفظنا سالب ب اللي هو سالب تمانية موجب او سالب الجذر التربيعي للمميز اللي هو ستة وتلاتين على اتنين الف الف بواحد يعني اتنين في واحد بكام باتنين نحل بقى مع بعض يبقى س هتساوي سالب تمانية زائد الجذر التربيعي لستة لستة وتلاتين ستة على اتنين هتكون سالب اتنين على الاتنين تطلع بسالب واحد. طيب نقول س بتساوي سالب تمنية ناقص ستة على الاتنين يبقى سالب اربعتاشر على الاتنين يبقى سالب سبعة. طيب تعالى كده مع بعض يبقى هنقول مجموعة الحل بتاعتنا هي عبارة عن سالب واحد سالب واحد وسالب سبعة. وبكده حليت المعادلة بتاعتي، نشوف مثال كمان: س تربيع زائد تمنية س زائد ستاشر، س تربيع زائد تمنية س زائد ستاشر، طبعًا آدي التربيع هنا أس واحد، هنا الحد المطلق، خلاص المسألة بتاعتي على الصورة العامة، أول حاجة هجيبها إن الالف بيساوي واحد، والب بتساوي تمنية، أما الج هتساوي كام؟ ستاشر. تعالى نجيب المميز بتاعنا به تربيع ناقص أربعة أ ج يعني تمنية تربيع ناقص أربعة في واحد في ستاشر تمنية تربيع بأربعة وستين طبعا عارفينها ناقص أربعة في واحد بأربعة في ستاشر بأربعة وستين يبقى اربعه وستين ناقص اربعه وستين يبقى كام صفر طالما صفر يبقى عندي كام حل هو حل وحيد ليه لان المميز مش هيبقى موجود يبقى س هتساوي سالب ب زائد او ناقص المميز على اتنين ا خلاص ده مش موجود لانه بصفر يبقى الاجابه بتاعتي سالب ب على اتنين ا يبقى الس هتساوي كام سالب ب ال بكام؟ بكام؟ بتمنية يعني سالب تمنية اتنين في واحد باتنين يبقى بسالب اربعة يبقى هنا هقول مجموعة الحل بتاعتي هي سالب أربعة وهو حل وحيد لأن المميز بتاعي طلع بكام بصفر يبقى احنا هنا تعرضنا لكل الأفكار اللي تخص حل المعادلة التربيعية باستخدام القانون العام سواء كان المميز بتاعنا بيساوي صفر أو المميز بتاعنا عدد موجب أكبر من الصفر أو كان عدد سالب وفي الحالة دي ما بيكونش لها أي حل أشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله